سلام الله عليكم. إذن إليكم توقيت مباراة منتخب المغرب للسيدات ضد منتخب السنغال، مباراة ودية استعدادا للاستحقاقات القادمة. إليكم التوقيت والقنوات الناقلة للمباراة، حيث تجرى مساء اليوم الثلاثاء 29 من أكتوبر 2024، مباراة المغرب ضد السنغال. بالنسبة لتوقيت مباراة المغرب ضد السنغال، المباراة تنطلق على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والتاسعة بتوقيت السعودي والمصري. إذا مباراة منتخب المغرب لسيدة ضد منتخب السنغال تجرى مساء اليوم الثلاثاء وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت المغربية، ومن المنتظر إن شاء الله نقل مواجهة المغرب ضد السنغال على قناة ريالية المغربية وأيضا على منصة اليوتيوب. الرجاء دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة.